يعني انا مش فاهم الفرق، يعني واحده منهم بطاطس منشوجو تشيز، فاكرين عندهم مسلح ومطبخ بتاعهم. انا مش متخيل 20,000 واحد لو وقفناهم مثلا في ساحه او في اي حاجه هيبقوا شكلهم عامل ازاي. شايفين الليسته اللي قدامكم دي؟ انا اقسم بالله تعبان، ما اقدر اتحرك حتى من السرير اللي انا قاعد عليه ده، ولكن قلت لوالدتي تكتب لي كل الطلبات اللي ناقصاها في البيت هنا، والعبد الله ولا ينزل يجيبها، بحيث ايه نتحرك ونشوف دلوقتي. والاماكن اللي هنروحها هم مكانين او نوعين من السوبر ماركت، السوبر ماركت الامريكاني الطبيعي اللي فيه الحاجات العاديه، ولان الليسته فيها زي ما انتم شايفين فراخ فيها لحوم، فهنضطر كمان ان احنا نروح للمحل العربي او المحل الحلال اللي بيذبحوا بيه الفراخ، مش زي الفراخ الامريكانيه بيكهربوها والكلام ده كله. هنقوم بقى نستحمى ونايه ونظبط دقننا ونظبط شعرنا ونايه ونتحرك. شايفين درجه الحراره بره كام؟ 103 فرنهايت، يعني بتتكلم بالدرجه بتاعتنا 40، والمنظر بره غير مشجع خالص. A few moments later. بصوا بقى في تحديث صغير، لو فاكرين في اول الليست كان مكتوب خوخ، فالخوخ ده احنا بديناه بقى مانجا وموز. تاني حاجه انا محتار اروح، لان احنا هنروح اتنين سوبر ماركت بس، هما كوسكو ده انا عملت اصلا فيديو عليه قبل كده، والتاني امبورت حلال، وده زي سوبر ماركت عربي فيه كل الحاجات العربي والحلال والكلام ده كله، فمحتار اروح اني، ولكن الاقرب لي هو كوسكو، فانا هطلع على كوسكو الاول ثم بعديها على امبورت. شايفين المكان اللي هناك ده؟ هو ده كوسكو اللي احنا المفروض نخش نجيب الحاجات منه. الفكره بقى انا عايز وانا بصور جوه البس ايه؟ الجوبرو حبيبتنا اللي على طول ملازماني في اي تصوير، ولكن ساعات بيرخموا ان هم مش بيمنعوني، ولكن بصات وبتاع، فانا ايه هحطها في جيبي والبسها جوه بامر الله. فيلا بينا. تمام، احنا دلوقتي دخلنا كوسكو، وكوسكو ده بيبقى ليه زي اشتراك سنوي كده بتطلعه بالكارت عشان تعرف تخش. تعالوا بقى، انا نقلت الطلبات من الورقه اللي كانت مكتوبه للموبايل. دي كل الطلبات اللي احنا محتاجينها. اول حاجه محتاجينها مانجا وموز اللي هو الفواكه. تعالوا، عايزين قسم الفواكه، مفيش مانجا وموز. انا شايف الموز هناك، الموز الموز الموز، عايز بقى طنط الموز. اعتقد دي حلوه. والموز بكام؟ الموز بدولار و50 سنت زي ما انتم شايفين فوق اهو، فدي حلوه اعتقد. والله امي انا ما بعرفش انقي، بس مش عايزين حاجه يبقى فيها اسود كتير. انا عايز اقول للست دي تنقي لي واحده. Can you place this one? طلعت نصر. Yes, thank you. Are those are the good ones? Yes, it's okay. How it's a day? For tomorrow, yellow. Color yellow. Yellow? Tomorrow, yes. Well, I got a bad one here, so. Ah, okay. Oh yeah, you're right. Yes. يا ولية نصحة جابتني واحدة حلوة، دي أعتقد جميلة. تمام كده الموز تمام. محتاجين مانجا. أنا عايز مانجا. اه في مانجا اورجانيك مانجو تمام، بس انا مش انا هطلع العرق المصري شويه، لان المانجا كلها يعني دي ناشفه حلوه تمام، دي حلوه دي حلوه دي حلوه دي حلوه دي طريه شويه. اه دي حلوه، 6 مانجات في باكيت، احنا عايزين 2، كل واحد عايزين الثانية. ورينا كده ناشفة قوي دي، عايزين واحدة طرية. اه دي قطرة. وبكام المانجا دي؟ $9 الباكيتة الواحدة، $9 كده بتتكلم في 9 18، والموز بدولار ونص، بتتكلم في $20 اتصرفوا على الفاكهة بس، باكيتتين مانجا وواحد موز. تمام اديني في الواحدة صح. لا مش دي على ما صح كده، مانجا وموز صح اكتر. بعدين عايزين ميه ميه ميه، فين الميه فين الميه؟ عايزين ميه، دي ميه خمراء يعني، دي مش بتاعتنا دي. المنظر كوسكو ده بينفع للكميات زي ما بقول لك، يعني ما ينفعش تيجي تشتري واحده اللي هو مثلا واحده شوكولاته مثلا، لا لازم تشتري الكرتونه كلها كامله اللي فيها 30 واحده مثلا. فدي الميزه، وبيوفر لك فلوس، بيوفر لك شويه فلوس حلوين يعني. الميه ورا، الميه فين؟ انا تهت. الميه اهي، لا دي مش المية اهي. جايبين باكيتة واحدة، باكيتة بيبقى فيها 40 ازازة. تمام حط تحت كده تمام كده. تاني حاجة في الليستة زي الفل كده، المية صح. فرختين دي احنا هنروح الحلال، لان احنا محتاجين حاجات مطبوخ حلال، فهنروح المحل الحلال. محتاجين دلوقتي 2 لبن وبيض، 2 لبن وبيض في الديري. الديري ده اللي هو الحاجات المنتجات الالبان وكده، جبنه بيض الحاجات دي كلها. بس ميزه المكان ده ان انت بتخش الثلاجه، يعني جوه انا بمجرد ما نعدي الحته دي انا كده دخلت جوه ثلاجه،
فالجو بيسقع بطريقه مش معقوله. محتاجين 2 لبن، 2 لبن تمام، ومحتاجين 1 بيض ابيض، مش بيض احمر، عايزين بيض ابيض. دي بيبقى فيها 24 بيضه تمام كده. بيض، موز، لبن ومانجا، والميه تحت زي ما انتم شايفين كده. 2 لبن صح، وبيض صح. عايزين بطاطس. بطاطس ممكن نجيبها من المحل العربي، عيش من المحل العربي، اندومي من المحل العربي. عايزين دقيق وجبنه كريمي، دقيق وجبنه كريمي. هنسال الراجل ده الدقيق فين عشان انا ما اعرفش. 319 سيكشن. اورايت ثانك يو. شايفين فوق الارقام 317 319، فده 319. ايوه انا شايف الدقيق هناك اهو. ده يا دقيق يا سكر. ده ايه؟ لا ده السكر، ده سكر مش دقيق. عايزين دقيق بس. ده برضو سكر 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 سكر. المشكله انا ما اعرفش انهي نوع دقيق. هو ده دقيق بس انا ما اعرفش هو النوع ده، لان انا عمري ما شفته في البيت الصراحه النوع ده. بس والله انا هجيبه. المفروض اللي فيه 2 زي ما انتم شايفين، والاثنين ب 18 دولار. الاثنين زي ما انتم شايفين حاجه تقيله. تمام نعم انا صح على الدقيق كده. الدقيق صح. اخر حاجه جبنه كريمي، والجبنه الكريمي المفروض تبقى في الثلاجه، ده قسم الثلاجات، فاعتقد ان هو هيبقى في هنا. يعني لا مشروبات كلها مشروبات. You know where I can find the creamy cheese؟ Creamy cheese؟ Yeah. Somewhere here؟ No, not here. I think if you find it, it will be by the deli area. ديري اريا؟ قال لك موجود في قسم السندوتشات. شايف جبنه هنا كريمي تشيز اهي. لا دي مش كريمي، بس انا الفضول واخدني عايز اعرف ايه دي. مانشوكي مانشوجو تشيز. لا مالناش في الحاجات اللي مش مفهومه دي. احنا عايزين جبنه كريمي عادي اللي هي بتعمل سندوتشات. شكلهم كده ما عندهمش كريمي تشيز، او عندهم وانا مش لاقيها، وصراحه ربنا مكسر ادور عليها. ف اعتقد ان احنا هنجيبها من المحل العربي. تاني اسال جده ده. Yeah, I didn't find it. I found I didn't found it, to be honest. Oh, really? Yeah, yeah, that would be great. حمد الله في الخير. جاي عشان يساعدني. مش عارف هو بيساعدني عشان الكاميرا على صدري، ولا بيساعدني من باب اللي هو المساعدة الطبيعية. لكن في الحالتين أنا كسبان، ف زي الفل. Now I know. Perfect, man. Thanks so much. Thank you. لقيتها يا جدعان. كريمي تشيز. بكام الكريمي تشيز؟ $7 زي ما انتم شايفين فوق اهو، $7.5. لا الراجل بيساعد كل الناس، فشكله يعني مش ساعدني عشان الكاميرا. تمام احنا كده زي الفل، كنا كريمي صح كده. ما تبقاش الا البطاطس والعيش والاندومي والفرختين. كل دول بقى في السوبر ماركت الايه العربي. فيلا بينا نحاسب ونطلع عليه. مخرج شايفين دي انواع الممبر شيب اللي عندهم. عندهم في 120، دي اللي معايا ب 60، في البيزنس دي ما اعرفش ليه ب 60، وده الكريدت كارد بتاعهم على ما اعتقد. ولكن احسن واحده هي الجولد ستار ال 60. 120 ده بتديك حاجات ثانيه انا ما اعرفهاش، فقلت برضه اديك نظره سريعه. حطيت كل حاجه ورا ما عدا الفاكهه. احب انا الفاكهه تبقى جنبي، لان انا من عشاق المانجا، فخايف تبوظ ورا. الموز كده كده اخضر، فلسه قدامه وقت يعني. تمام كده خلصنا، اشترينا الحاجات اللي احنا عايزينها من كوسكو. الوجهه اللي جايه هي حلال امبورت فود، بعيد عننا بتاع 9 بعيد عننا بتاع 9 دقائق حاجه زي كده. والحاجات اللي احنا اشتريناها من كوسكو كلفتنا بتاع حاجه $51 حاجه زي كده. كل الحاجات اللي انتوا شفتوها دي، الميه والمانجا والموز والدقيق والجبنه والكلام ده كله. اللي ناقص المفروض نجيبه من امبورت حلال هو البطاطس والعيش والاندومي والفرخه. الناس ما عملتش لايك ليه؟ ممكن تحط لنا 300 لايك دلوقتي على البس. الناس ما عملتش لايك اللي قاعدين ليه؟ الناس تشرب ايه يعني؟ ابعت اجيب لكم حلبة حصى مثلا؟ ده المكان زي ما انتم شايفين اهو، امبورت فود. والاعلانات اللي بره مكتوبه بالعربي، يعني جبنه كل وتهنى، ما اعرفش حمص وفول على الاصول. شايفين عندهم شرط فلسطين اهي. بسم الله. الثلاجه دي كانت بتبقى فيها حاجات، كان اعتقد انها بايظه. كان عندهم حاجات بقلاوه، جلاش، عندهم بسبوسه. والمنتجات اللي هنا ما بتبقاش مصريه بس، يعني بتبقى عربيه، يعني اردن، العراق، فلسطين كله. اول حاجه محتاجين اندومي اهو. شايفين الاندومي ده؟ انا بس انا مش عايز ده، ده الاندومي الكوبايات، انا عايز الاندومي كيات. شايفين عندهم مخلل عربي، زيتون. بسم الله. اه حلو الزيتون قوي. بص انت تحس انت دخلت المصريه مخللات اللي عندنا في مصر. قمر الدين اهو برضو، قمر الدين رمضان. بس احنا عايزين فرختين. شايفين بقى هي دي الفراخ الحلال،
هما بيدبحوها جوه في الحته دي، لو انتوا شايفين جوه بيدبحوا بيقطعوا حاجات، فبتبقى مذبوح حلال قدامك وانت عارف انها حلال ومكتوب عليها حلال لارج هولي تشيكن. طب احنا عايزين اثنين، فخلينا نجيب فرختين لب السوبر، قصدي لب السوري، ده السوبر اللي فوق اهو، وده اللب الابيض، ده كان النوع الغالي شويه. كل حاجه بس اللي هتعوزها هتلاقيها هنا. تمام احنا كده فرختين، اديني اخضر ما تبقاش الا بطاطس، عيش اندومي. على ما تعرفش فين الاندومي كياس، ويز الاندومي، ويز اندومي، اندومي وي هاف اندومي كياس نو مور نو. بس مش موجود من اللي هو العربي. كبري الاول انا. ماشي معلش تسلم لي. دلوقتي ما عندهمش الا دي وانا ما بحبهاش الصراحه. اول علامه غلط هنعملها للاسف كده، الاندومي غلط. بقشر البطاطس والعيش. فين ده العيش اللي عندهم دلوقتي؟ بس احنا مش عايزين ده. هو ده بس احنا عايزين اللي هو ده. شايفين ده اللي احنا بنجيبه ده. طبعا ما فيش عيش مصري هنا، بس العيش الشامي الوحيد اللي موجود. فاحنا عايزين ده. والله ما عايز اجيب ده بس يلا. بقولكوا انا هاخد ده ونبقى نيجي تاني نجيب الباقي، لان مفيش الا كيس واحد عيش. صح كده احنا تمام في العيش، ما بقاش الا البطاطس. احنا عايزين بطاطس. فين البطاطس؟ حتى البطاطس شكلها مش الطف حاجه. انا خايف اجيب حاجه تبقى وحشه. البطاطس عامله كده ليه؟ لا البطاطس مش لطيفه يا جدعان. وبعدين ايه الفرق بين دي ودي ودي؟ يعني انا مش فاهم الفرق، يعني واحده منهم بطاطس. بس موضوع البطاطس ده نشوفه بعدين، لان انا وهل دي بطاطس ولا دي بطاطا؟ لا دي بطاطا، بطاطا معرقه كمان، ده فيها عروق. سبحان الله. بصوا انا صراحه ربنا دخت، فانا مش فاهم انهي نوع المفروض اجيبه، فهنسيب الموضوع ده للجهات العليا هم اللي يجيبوها بقى. عندهم الجبنه الكيري بتاعتنا، الكيري اللي احنا كنا بنعملها في سندوتشات واحنا صغيرين. في رنجه كمان، شايفين دي رنجة؟ عندهم رنجة، ريحتها رنجة رنجة يعني. ولكن جربناها قبل كده، حظك بيقع ساعات بتبقى حلوة وساعات بتبقى دلعة ساعات بتبقى حادقة. وانا زي ما كنت بقول لكم عندهم جميع حاجات الخروف دي، دي راس خروف، دي قلوب معيز، ده اللسان اللي بيحب لسان البقرة. جربته انا قبل كده طعمه حلو والله عشان ما اكذبش. ده سجق، عندهم سجق اسمه بيف تربيست ايا يكن، بس انا عارفه من شكله. فشه وكبده، واسمها ايه؟ فشه وكرشه، كرشه عندهم اهي. كبده، دي كبده، وعندهم قلوب، كان عندهم قلب قبل كده اهو. ده لا دي كبده برضه، تلاقيه خلصان مفيش قلوب. جوت لام تريب، دي اعتقد كرشه المعزه والجدي. كل اللي انتوا شايفينه ده حلال بقى، كل اللحمه اللي انتوا شايفينها دي حلال. كوارع، كوارع رجل اهو، بيف بايا فيت، كوارع الجاموسه، لحمه برضو، وعندهم اللحمه المفرومه، كل ده حلال. طبعا بيبقى اغلى سنه ساعات، ولكن انت ضامن انت واخد حاجه مذبوحه جوه هنا زي ما انتوا شايفين. عندهم المسلخ والمطبخ بتاعهم. اعتقد ان احنا كده خلاص هنجيب العيش والفرختين دول وبس. تمام زي ما شفتوا خلصنا وجبنا كل حاجه ما عدا البطاطس زي ما انتوا شايفين والاندومي. ولكن انا كشخص اصلا ماليش في التسوق او ماليش ان انا اعمل شوبينج والكلام ده كله، عرفت اتعامل واجيب الحاجات وكده، فانا فخور من نفسي الصراحه. ولا اخفيكم سر ان انا اخلص تصوير واروح حرفيا هيحصل عمليه اغتصاب للمانجا. ممكن اخد انا كرتون اصلا لوحدي، حاجات هتحصل غير اخلاقيه مع المانجا. الحاجات اللي احنا جبناها من امبورت كلفتني، هم الفرختين وكيس العيش، كلفوني 5 ل $10 انا ما اعتقد، مش فاكر الريسيت فين، الريسيت في الشنط ورا، ولكن من 5 ل $10. فكل الحاجات اللي احنا جبناها اللي شفتوها في الفيديو ده كلفنا بتاع مثلا $70 حاجه زي كده بالريسيت. الكوسكو اهو حاجه و50 وده 10، فبتتكلم $60-$70 لكل الحاجات اللي احنا شفتوها دي ما عدا الاندومي و الريسيت. ايه الاندومي والبطاطا. حابب اشكركم جدا جدا على وصلنا اخيرا ل 20,000 مشترك على القناه اللي على اليوتيوب. بجد لسه كنت بتكلم واحد صاحبي بقول له انا مش متخيل 20,000 واحد لو وقفناهم مثلا في ساحه او في اي حاجه هيبقوا شكلهم عامل ازاي. فبالنسبه لنا انا ده بالنسبه لناس ثانيه رقم صغير، ولكن بالنسبه لنا ال 20,000 ده رقم كبير جدا 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 بالنسبه لي. فلو انت على اليوتيوب ما تنساش انك تعمل لنا لايك، ولو عجبك المحتوى بتاعنا تعمل سبسكرايب و تشير الفيديو لاي حد انت بتعرفه او اي حد شايف ان هو هيحب المحتوى اللي انا بقدمه. في علامه جرس جنب علامه سبسكرايب، تاكد ان انت عاملها اول
واللي هو يجي لك على طول نوتيفيكيشن بان انا لو نزلت انا كعمر اي فيديو يقول لك عمر نزل فيديو جديد. وكذلك لو انت على الفيسبوك خش على الصفحه من جوه لو عجبك المحتوى واعمل فولو ولايك واتفرج على الفيديوهات القديمه, في فيديوهات كتير ان شاء الله هتعجبك. وباذن الله اشوفكم في الفيديو الجاي. يلا السلام عليكم. علي المايك واعمل لايك اعمل لايك وقت عندي الشاذلي لبسني اديداس والمايك الاوفر سايز اوفر سايز.